أهزمك هذه المرة. كلا، هذه المعركة لي. سوف أنتصر عليك. لن تتمكن مني، سوف تقع في قبضتي، قبضة الأسد. ها، الأسد؟ يا توقف توقف، لقد تذكرت وأنا قتلتك. انتظر يا عمر، فغدا موعد الذهاب إلى حديقة الحيوان كما وعدنا أبي. صحيح، غدا الإجازة، سأذهب لأجهز الأمتعة. انتظر يا مهند، فعلينا أولا أن نذكر أبي، فربما يكون ناسيا هو أيضا. كلا، لم أنسى، لكن ها، هل غيرت رأيك يا أبي؟ لا، لكني أخشى عليكم الذهاب في مثل هذه الظروف. أي ظروف؟ أنا لا أفهم شيئا. إنفلونزا الخنازير يا أولادي، ألم تسمعوا عنها؟ إنفلونزا الخنازير؟ هيا إلى صديق الطبيب سامح كي يحدثنا عنها. إنفلونزا الخنازير عبارة عن مرض كان منتشرا بين الخنازير ثم انتقل إلى الإنسان، وطبعا من السهل انتقاله من إنسان لإنسان آخر. ياه، العدوى؟ أحسنت يا عمر، لكن العدوى لا تحدث إلا بإذن الله. لو سمحت يا دكتور، هل توجد خطورة من الذهاب إلى حديقة الحيوانات؟ فأبي يخاف علينا من إنفلونزا الخنازير. اطمئنوا اطمئنوا، فقط التزموا بالطرق الوقائية للحماية من هذا المرض. ونذهب إلى حديقة الحيوان؟ إذن أخبرنا بطرق الوقاية يا دكتور. نعم أخبرنا. حسنا، سوف أخبركم، لكن ليس الآن، لأنني سأدخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لأحد المرضى. سنذهب إلى حديقة الحيوان. ها، لقد تأخر الدكتور سامح. لا تعجل يا عمر، إن شاء الله يحضر بعد قليل. أنا متشوق لمعرفة الطرق الوقائية لمرض إنفلونزا الخنازير. نعم، كي نذهب إلى حديقة الحيوان ونحن مطمئنون. أتذكر آخر مرة قمنا بزيارة حديقة الحيوان ورأينا طيورا وحيوانات كثيرة وعجيبة؟ وكانت سلمى سعيدة جدا عندما شاهدت الزرافة، وخاصة عندما ناولتها الطعام. ورأينا الفيل صاحب الجسم الضخم والخرطوم الطويل، وركبنا فوق ظهره ومشى بنا لمسافة قصيرة. كان شيئا مثيرا وممتعا. ها قد عاد الدكتور سامح. الموضوع هين جدا، وطرق الوقاية سهلة بفضل الله. إذن أخبرنا عنها يا دكتور. ارتداء الكمامة، وخاصة في الأماكن المزدحمة مثل محلات التسوق والمدارس ووسائل المواصلات وغيرها. تغطية الفم والأنف عند العطاس بأن نستخدم المناديل الورقية أو ما يسمى المحارم، ثم نرميها في سلة القمامة. مضافة جيدة للأماكن والأدوات التي نستخدمها، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام الأشياء. عدم الاقتراب الشديد من الآخرين، وخاصة عدم تقبيل أحد حتى لو كان من أحب الناس إليك. المحافظة على الصحة العامة للجسم عن طريق ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الجيد. وإذا شعرتم بأعراض إنفلونزا مثل العطاس والزكام والسعال وارتفاع درجة حرارة الجسم، فأخبروا والدكم فورا. إن الوقاية من إنفلونزا الخنازير أمر سهل جدا والحمد لله، بخلاف ما كنت أتوقع. بالطبع، والكثير ممن أصيب به تم شفاؤهم بفضل الله عز وجل. كم من مرض ظهر وخاف الجميع من انتشاره، لكن سرعان ما وجد العلماء له الدواء واستخدمه الناس فشفاهم الله منه. يبدو أننا ضمننا الذهاب إلى حديقة الحيوان غدا. هاي. Ha 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 ha